لغدر الشعراء من مترجمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي أعياك رسم دائما يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجمي ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفن رواكد جثمي يا دار عملة بالجوار تكلمي وعيني صباحا دار عملة واسلمي دار لآنسة الغضيب طرفها طوع العناق لذيذة المتبسم علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لا أمر أبيك ليس بمزعمي ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحيط المقيم كيف المزار وقد ترفع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخلخل فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كغافية الغراب الأسهم إذ تستبيك به غروب واضح عذب مقبله لذيذ المطعم